هنا في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن للتعرف على أبرز مشاريع تقنية المعلومات في هذه المدينة. سنتعرف اليوم على تقنية تساعد المتسوقين على اختيار قطع الأثاث المناسبة لهم، ولكن باستخدام تقنيات مطورة بشكل رئيسي لتصميم ألعاب الفيديو. نحن هنا في أحد معارض بيع الأثاث في كوبنهاجن. تعملون مع هذه الشركة لتطوير تجربة المستخدم لنقل هذا المعرض إلى عالم افتراضي يمكن أن يوفر للمستخدم كافة الخيارات المتاحة أمامه لبناء قطعة الأثاث التي يرغب في شرائها. هل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل كيفية عمل هذا النظام الخاص بكم؟ سأريك كيف يعمل هذا النظام بالتعاون مع بوليا.com. عندما تأتي كمستخدم إلى محل الأثاث ترى الكثير من الأثاث، أنت تريد أن تشاهد كافة الألوان وكيف ستبدو قطعة الأثاث في منزلك. سنتمكن من خلال برنامجنا روم بلانر من مساعدة بوليا على تحويل هذه التجربة إلى تجربة بصرية للمستخدم. هذه الخدمة متوفرة فعليا على موقعهم. بإمكانك بدء البرنامج لرسم منزلك. سأبدأ برسم غرفة من البداية. سأعدل هذا الرسم قليلاً. أنا أبحث عن أريكة جديدة. كما ترى، أنا أستطيع اختيار أي قماش أرغب به. بإمكاني أيضاً تكبير الصورة لمشاهدة التفاصيل. أستطيع إضافة أي منتج آخر لهذا التصميم. إذن هذا النظام يوسع الخيارات المتاحة أمام المستخدم الزائر لمعارض بيع الأثاث للإطلاع على الخامات المختلفة والتصاميم المختلفة. في الحالة العادية، صالات بيع الأثاث تحتاج مساحة تزيد بمئة مرة لعرض كافة هذه الخيارات التي تعرض على برنامج روم بلانر. تستطيع أيضاً التعرف على ملائمة هذا المنتج لشكل غرفتك قبل شراء قطعة الأثاث. التفاعلية عنصر مهم في هذا النظام. عندما تعثر على منتج تحبه، بإمكانك إضافته إلى سلة التسوق، ثم تقوم بإجراء عملية الشراء عبر موقع بوليا.com. فلنذهب لمكتبنا للتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا النظام. لماذا اخترتم أن تعملون على تطبيق خاص ببناء ألعاب الفيديو في مشروع مثل هذا؟ استخدمت تقنية صناعة ألعاب الفيديو على مدى السنوات التسع الماضية لصناعة ألعاب جادة وبرمجيات في مجال ألعاب الفيديو. لم يكن من المعتاد في حينها استخدام تقنيات ألعاب الفيديو لإنتاج أمور أخرى، إلا أن هذا الأمر أصبح معتاداً في الوقت الحالي. صناعة ألعاب الفيديو طورت لأربعين سنة تقنيات لتشغيل تصميمات ثلاثية الأبعاد على الأجهزة الشائعة الاستخدام. هي صناعة تمتلك تقاليد في تحويل التصميمات الثلاثية الأبعاد المعقدة لمنتجات سهلة الاستخدام. هذا ما نقوم به لبناء منصة سهلة الاستخدام. هل يمكن أن نرى المنتجات الثلاث المختلفة لهذا المشروع؟ بالتأكيد لدينا ثلاث منتجات. الأول هو Furniture Viewer أو برنامج مشاهدة الأثاث لرؤية أي أثاث وفقاً لأي تصميم متوافر من كافة الجهات وبجودة صورة عالية. لدينا برنامج Furniture Builder لتصميم الأثاث الذي يسهل الاختيار من ملايين الخيارات في التصميم والقماش والألوان. وأخيراً لدينا Room Planner للتعرف على مدى ملائمة هذا المنتج لمنزلك من حيث التصميم والحجم والألوان. هذا هو فرنتشر فيور. كما ترى، بإمكانك رؤية قطعة الأثاث من كافة الزوايا ورؤية التفاصيل عبر تكبير الصورة لمعرفة شكل القماش عن قرب. بإمكانك تغيير اللون وأيضاً تغيير الإطار الداخلي للأثاث، وعند إدخال أي تغيير يتغير السعر الظاهر على الشاشة بشكل فوري، وبذلك يعرف المستخدم ما الذي سيحصل عليه. ماذا عن المنتج الآخر الذي يمكن المستخدم من تصميم قطعة الأثاث التي يرغب في شرائها؟ بالنسبة للمنتجات الأكثر تعقيداً، مثلاً أن تبحث عن أريكة تريد تصميمها بنفسك،
هناك مئات التصاميم وحوالي مليون احتمال. كيف يمكن لك أن تحول هذه التجربة لتجربة سهلة؟ لا تستطيع القيام بذلك بدون برنامج ذكي. لهذا الغرض قمنا ببناء فرنتشر بيلدر الذي يمكنك من خلال ضغطات سهلة من بناء أي منتج. سأقوم ببناء أريكة، سأختار التصميم الرئيسي، سأختار مسند الذراع، وسأقوم باختيار اللون. كما ترى هذه صور بجودة عالية، ترى وتحس بطبيعة القماش، وعند الانتهاء بإمكانك اختياره. هذا يأخذنا إلى المنتج الأخير الذي يمكن المستخدم من رؤية قطعة الأثاث هذه في محيطه، في غرفة الجلوس أو مكتبه. إذا رغبت أن ترى ملائمة قطعة الأثاث لمنزلك، قمنا بتطوير روم بلانر الذي يمكن المستخدم من بناء غرفة بخطوات بسيطة، ثم تحويلها لصورة ثلاثية الأبعاد، ثم تقوم بوضع قطعة الأثاث. بإمكانك تغيير اللون، تستطيع إضافة أي منتج لسلة التسوق وإتمام عملية الشراء. And you can check out directly from the room planner.